بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا بشر، وحبيت أشكر الجميع. بعرف الأغلبية اشتغلوا معنا بالملفات المختلفة بالنسبة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري. هدف الرئيسي أنا شايف من الاجتماع اليوم حتى منوضح إلنا جميعا إنه إحنا ماشيين على برنامج، إنه أنت بتشوف كل وزير وكل مؤسسة عم يشتغلوا باتجاه صحيح. أنا ما في بجوز أسبوع إنه ما في اجتماع أو اجتماعين على الإصلاحات المختلفة، حتى منتابع على مستوى كل وزير، فكل أسبوع أنا بقدر أشوف لوين واصل أي مؤسسة حكومية، إذا في تأخير ليش وكيف نحن نقدر نعالج. إذا أنت قاعد على الكرسي أو مش قاعد على الكرسي ما راح نغير. اللي مش على مستوى من المسؤولين اللي بيجي محله راح نطلب منه نفس البرنامج. فالموضوع مش موضوع شخص، موضوع البرنامج. وأي مشكك قريب أو بعيد ما في أي تراجع. إذا نحن بدنا نحل مشاكلنا وفعلا نبني مستقبل لأولادنا، البرنامج واضح لنا جميعا. فأنا بس حبيت أشكركم، لأن أنا بعرف كديش أنتوا تعبتوا وتفهموا مني أنه أنا وابني حسين عم نراقب الأمور وما في أي تراجع، لازم نمشي للأمام.